الكابتن محمود الخطيب كان على رأس الجيل اللي شارك في 6 نهائيات إفريقيا متتالية في حدث تاريخي على مستوى أبطال الدوري وأبطال الكؤوس. 82-83 أبطال دوري، 84-85-86 أبطال كؤوس، ورجعنا 87 خدنا أبطال دوري. حققنا كام بطولة من الستة؟ 5 بطولات. كابتن محمود الخطيب هو أكثر لاعب في الـ6 مشاركات دول تسجيلا للأهداف من النادي الأهلي. عرفت إن الدنيا لفت، واليافطة الوهمية والفخر الوهمي كابتن محمود الخطيب هو اللي وصلك ليه. على مستوى كلاعب مقارنة بالبطولات اللي كانت بتتلعب وقتها، ومفيش طبعا مشاركات في كأس العالم للأندية أو ما إلى ذلك، كابتن محمود الخطيب حقق 21 بطولة، 10 بطولات دوري، 5 بطولات كاس، 2 دوري أبطال إفريقيا بمسماه القديم، و3 أبطال الكؤوس، ومع منتخب مصر أمم أفريقيا 86، 21 بطولة. كابتن محمود الخطيب كتب مجد محدش هيقدر يزحزحه. حضرتك هتطلع تقول أنا أحسن مش عارف إيه ولا أحسن مش عارف إيه، في الكورة إدارة ولعب محمود الخطيب في حتة تانية خالص. شاء من شاء وأبى من أبى، وبالأرقام اللي نفخر وإحنا بنقولها.